بين حارات دمشق العتيقة الشامخة رغم العصور والأزمان، تنساب نسمات تحمل رائحة مأكولات هي من عناوين التراث الدمشقي، لا تنفك أن تكون جزءاً من أحجارها وحاراتها. أم أحمد أو بائعة الكبة في الشام القديمة كما ينادونها هي حكاية واحدة من حكاية هذه الحارات، امرأة جابهت ظروف الحياة لتجد نفسها وحيدة معيلة لأربعة أولاد بعد أن توفي زوجها وأرغمتها يد الإرهاب على ترك منزلها وخاضت في لجة القدر، فراحت تصنع أقراصا من الكبة المشوية التي تعد تحفة من المطبخ الحلبي وتبيعها للمارة والناس الذين أحبوا طعامها وابتسامتها التي تحكي قصة العذاب والتحدي والأمل. أول ما بلشت بكليان برغو، كانت هي طاولتي نفسها. بلشت بكليان برغو حطيتهم، اشتغلت فيهم كل إخلاص عن جد، إنه شيء أنا عم طعميه لأولادي، أول شيء ما عم طعميه للناس. اطلع هيك حطيتهم، حطيت المنقل وشويت، ما حدا اشترى. قول يا ربي اطلع بها السماء فوق يا رب، معقول ما حدا يشتري لك؟ واتمنى إنه العالم بس تدوق هي اللقمة. يعني أول يوم ما بعت يمكن شي قرصين، حملت البسطة وفتت، أنا عم بفوت لجوا صرت أبكي صدقا بالله عن جد، قلت له يا رب أنت بتعرف يعني وضعي. تاني يوم ما يئست، تاني يوم نفس الشي، هدونك وزعتهم، والله وزعتهم خلاص إنه لازم يعني ساوي غيرهم، رديت نفس القصة كمان ساوي. تاني يوم شفت يعني كم زلمة كم شخص صار يشتري، فرحت ما بقول لك لا، انبسطت انه شو بلشت العالم. بعد يومين ثلاثه نفس الشيء، انه يجيني طلاب جامعات كذا، انبسطت انه وقت يشتروا يقولوا لي انه هو واقف لي طيب القرص شغله، يدل رفيقه يرد لي، دليت عيلي، دليت رفيقي، دليت ايه الحمد لله. يعني شوي شوي مشيت لحتى ما مشيت بالعيد، اجى يوم من الايام بالعيد فتحت البسطه، انا لسه ما حطيتهم كانوا رايحين مثل ما شفتي هلا شلون. ايه والحمد لله رب العالمين، يعني انه كان مشروع حلو، يعني صح كان بسيط ولحساته بسيط بس انا مبسوطه فيه. لازم كل مراه سوريه تفرجي العالم كله باجمعين انه نحن شلون، نحن ما لنا بحاجه حدا. يعني قلت لك برجع بقول لك كل مراه سوريه يمكن بتطلع مليون زلمه او 100 زلمه بتوقف على كتف زلم وبتشتغل وما لها بحاجه حدا. انا من فتره مارق انا وزوجتي من هون وشفت بس ما اشتريت. اللي حفزني امبارح مقطع الفيديو اللي شفته على الفيسبوك والشهره اللي اكتسبتها، الله يرزقها يا رب. عن جد كثير كثير طيبه، يعني اللي ما داق يجي يدوق. انا لي الفخر كثير من خالب احمد باكلاتها، الكبه المشويه، الكبه المقليه، عن جد كثير شاطره يعني، وانا بهنيها وبهني كل شخص بيوقف عندها بياكل. تمام، يعني انا اطيب كبه بدوقها على فكره بحياتي، وبقول الله يساعدها يعني وتشكره انه عم طعمينا وتشتغل مشاننا. شكرا. أم أحمد تحدثت عن تجربتها بأن الأمل والإصرار يصنع المستحيل ويرفع الإرادة إلى سقف السماء، ودعت كل امرأة مثلها عاندتها الأقدار أن تقف كأحجار دمشق صلبة شامخة لتطوي الدهور وتكتب رسالة العمل بكل حب للحياة وأملاً بالغد المشرق.